السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه بخير؟ كي درتو نهار كبير هذا ونهار جديد وستيل جديد وكسوه جديد؟ جيت تشوفوا، جيت تشوفوا سوربريز. زيدوا 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 تشوفوا سوربريز. واو شتي شنو كيبان؟ الببوش. طلقتوا الببوش هانتوما، تشوفوا الببوش. انا كنخدم وطلقت الببوش هانتوما، حجه وزياره. هانتوما شوفوا الببوش كي داير، شتي كي دايره مسكينه كترعى. اجي تشوفها كنلقاوه. انا كتكون الميكا هابطه كنطلع الميكا وغادي نقلبو غادي نقول الببوش. ها هي، ها هو الببوش. نتوما كتشوفوا البنات، هذا الببوش. كاين اللي كيقول له غليله، غليله هي ديك الصغيره. هذا الببوش هادي راه عاد مازال صغيره، مازال ما قصحتش. غنوريكم وحده كبيره. شوفوا الكبيره وتشوفوا الصغيره. هانتوما تشوفوا، هانتوما هذه كبيره وهذه عاد صغيره. هادي بنت هادي نتاع هاد العام، وهادي راه ديجا العام. كتشوفيها كتقال القشره نتاعها هنا قاصحه، ملي كتقال هنا القشره نتاعها رطبه، عرفي راه مازال صغيره. غير بنت هاد العام انا راه وليت تنفهم بهادشي. راهي كنفهم مزيان. وانتوما تشوفوا الحاله، حاط الله اصحاب الخارج. ايوا شتي الحاله كي دايره. وشوفوا التكشيطات هاد العام، هاد الشيء هذا خرج موديل هاد العام. هذا هو لو ستيل، هذا هو لو ستيل، هذا هو الموديل نتاع هاد العام. شتي هاد الخضر؟ انتوما تشوفوا الشتا كاينه وحنا كنخدموا وبليجي تخدمي، ما كاينش الكلاص. وكنلقطوا منها لقط الببوش، وهذا الببوش غادي نديه ان شاء الله، وغادي نديرو مع النخاله، وغادي نخليه واحد السيمانه هو في النخاله، وعاد غادي نخرجوا من النخاله نخليه واحد الليله ولا جوج خارج هكاك، وغادي نغسلوه مزيان مزيان، وعاد غادي نطيبوه بالاعشاب نتاعنا. كاين النساء راه كيطيبوه بلا كخيم فخيج ولي سيبوليت وغادي ندير لكم شويه هكا وشويه هكا، غندير لكم كي كيطيبوه القور وكي كنطيبوه حنايا. وهذه هي، هذه هي العيشه تاعنا اخوتي. تسكينه دايره كرينات. شوف 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 زوينه انت، شتي كي دايره؟ سبحان الله العظيم غزاله. هذه راه كيحطوها على الوجه، كتاكل هاد الخلايا اليابسين تاع الوجه. اللي بغات تقول لي، اللي بغات تكوماندي عندي نجيب لها. انتوما شوفوا، انتوما الحرفه ما جبت لا ميكا لا والو، ولقيت لقيت الببوش. وانتوما تشوفوا الناس زعما رحنا كنختبروا. طقبت هنا ميكا وتحزمت بالكورده، وحزمت هاد الميكا نتاع الدالي حزمتها من هنا وانا كنعمر. يا شتي العروبيه فين ما مشاو مسلكين راسهم. وتابعوا معنا، تابعوا معنا وتشوفوا النهار تاعنا كي كندوزوه. يلا باي باي عليكم. انا مع ليكيب خاصنا نخدموا شويه. هانت باي وحده اخرى، شوف البلاصه اللي فيها هذا. انتما كتشوفوا ها هو الببوش نتاعنا، ها هو طاب. كناخذوه بحال هكا، يا سخون مازال سخون طيب. كناخذوه بحال هكا وكنشدوا هذا لو كوردون، انتما كتلاحظوا. وغادي كنديروا له هكا هكا وكنخرجوه. انتما كتلاحظوا البنات، اي حلزون. وهكايا وكيجي زوين تبارك الله. نتمنىكم تجربوها البنات. وتا هنا هذا البنات دائما الببوش ما كتاكلوش كله، كتحيدوا هذا اللور، هذا اللور هذا نتاعو كتحيدوه له، داك سيكون فيه الوسخ نتاعو. كيتنكل غير هذا اللي كتنكل هكايا وكتاكلوه. وصافي هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، وراه جا زوين ونتمنىكم تجربوه. وانت راه طاب غير العشوب هذا الماء، راه هذا الماء نتاعو انا اللي كيعجبني، كيعجبني حسن من الببوش. وهاد ها نتوما هو راه كيجي ساهل، كيخرج عنقول نيت وصافي. كتخدمي ديري له هكا وما تلقاوش فيه الريوق، عرفي راه طاب. نتوما فيه لا ريوق لا حتى شي حاجه، عرفوا راه طاب. والبنات خاصو ساعتين تاع الطياب، ساعتين اللي كيهز باش ما يبقاش مريق، خاصو اوبليجي ساعتين ولا كتر تخليوه يطيب. وباي باي عليكم، ونتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. ونتمنىكم تجربوا هاد لاغوسيط هادي اللي حنا موجودين في بلاصه الغربه ومفتقدينها. علاش لا، حتى حنايا ما كاين كل شيء هنايا الحمد لله، علاش حتى حنا ما نطيبوش الروسنا. وباي باي عليكم الى حلقه ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو ما ينساش بالدعم والابوني، اللي ما مشاركش معنا وشكرا لكم. وباي باي وبيزو الى حلقه مقبله ان شاء الله. البنات هالببوش نتاعنا كنا صومناه، كنخليناه سيمانه هو صاير. دابا كنغسلوه، هانتوما كتلاحظوا كنغسلوه، غادي نغسلوه سبعه د المرات حتى العشره د المرات. البنات هانتوما كتشوفوا كي خاص تغسليه مزيان وديروا له بيديك هكايا. هانتوما تشوفوا هنا هاد الببوش هذا راه ماشي بحال نتاع المغرب. انا غير بغيت نديرو صافي نشارك معكم، راه ماشي بحال نتاع المغرب. هانتوما المغرب كاينه هاد الماركه هادي غليله، هادي هي غليله تتكون صغيره
وهذا الببوش اللي كبير، هذا الببوش كبير مارك هنايا تغليظ، هذا الببوش نتاع هنايا وفيه الريوق بزاف ماشي بحال نتاع المغرب، عرفتي غادي نغسلو حتى العشرات المرات. ما بغيتش نطول عليكم البنات الفيديو وتبقاو تشوفوا تنتبهوا الا بانت لكم شي وحده ميته ولا شي حاجه، راه كاتبان كتبان خفيفه حيت لا شتي شي وحده خفيفه عرفيها راها ميته. ودابا غادي نغسلو مزيان هكا كنحكو ونولي نديرو في الشبكه، كندير هنا في الشبكه نتوما كتلاحظوا كنديرو في الشبكه يتصفى، ونولي عاوتاني ندير الماء وندير في البانيو نشلو، ونولي عاوتاني نديرو في الماء وندير في البانيو حتى العشرة د المرات. خاصو يتغسل هذا نتاعو، هو خاصو يتغسل مزيان، خاصو يتغسل مزيان مزيان تيتحيدو منو دوك الريوق. وتابعوا معنا البنات بلا ما نطول الفيديو نوريكم الغسيل، انا قلت لكم الطريقه تابعوا معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيا بخير، اليوم نهار جديد وغادي نوريكم شنو غادي نديرو اليوم. واحد هذا الببوش نتاعنا اللي لقات ها نتوما كتشوفوه، هو هنا خليته سيمانه، هو كان صايم درتو مع النخاله ودابا غسلتو مزيان. ها نتوما كتشوفوا هنا الببوش نتاعنا كيطلق الريوق بزاف، غسلتو اكثر من 10 د المرات. ودابا غادي نوريكم باش غادي نطيب هذا الببوش نتاعي. ها نتوما تشوفوا هذه النعناع نتاع الجرده، انا كلشي هنا هاد العشوب هذا راه لقطتهم ما شريت حتى شي حاجه. هادو العشي هادي النعناع نتاع الجرده، شوف تبارك الله كي داير هذا النعناع الجرده. هذا هانتوما كتشوفوا هذا الزعتر، الزعتر خضر، وهذا معدنوس تاهو نتاع الجرده، هذا الكرافس نتاع الجرده، كلشي طبيعي كلشي بيو. وهذه مرسيطه او تيميجا، انتما مرسيطه راها مهمه في الببوش، راه هي كتعطي واحد المذاق زوين. هذه تيميجا، هادي سميتها سميتها هادي مانتا، مانتا وي، هادي مانتا نتوما كتشوفوا البنات، هادي مانتا وهي راها زوينه، زوينه بزاف هاد المانتا، هادي كزوينه هاد المانتا. هنا عندي السودانيه، هادي السودانيه نتاع الجردة كانت عندي في الكونجيراتور او الحار في الفرن الحار. هنا عندي السودانيه مطحونه، هنا عندي الليمون، هنا عندي الزعتر اليابس المردوش، هذا مردوش، وهذه هذا فليو، وهذه الكرويه يقدر الكرويه، وهذه اللويزه يابسه حتى هي. هنا عندي قشور نتاع الليمون، وهنا عندي الحامض غادي نعصرو، وهنا عندي هذه الورقه نتاع سيدنا موسى او لوغيي، وهنا عندي هذا لوغوماغا هو هذا يزير، وهنا عندي زعيطره، ولا الشلحة تيقولو ازوكني ولا زعيطرة، و لوتان بالفرنساوية سي لوتان، والملحة من طبيعة الحال وعندي البنات وعندي الملحة. وغادي تتابعو معايا، غادي ندير الببوش نتاعي نتوما كتلاحظو غادي ندير الببوش نتاعي في البرمة، وغادي ندير عليه هادشي كلشي، هاد القبوي هادو كلهم غادي نربطهم وغادي نديرهم فوقه، وغادي ندير الماء نتاعي وتابعوا معايا كي غندير له. البنات هانتوما كتشوفوا هو درت هذاك الشيء العشوب نتاعنا كلهم، غادي ندير فوقهم اللوتان، هذا اللوتان يلبس حيدته ديك النهار، وهذا لوغيي حتى هو غادي نغسلو ما مغسولش، ومرسيطه حتى هي. وغادي ندير هذا سميتو لوغيي ولا الورقه تاع سيدنا موسى، ندير من ذا شويه ندير من ذا واحد هذا، وراه كيبغي العشوب هادو مغسولين غادي نديرهم، نتوما غادي تلاحظوا معايا. الحار البنات على حسابكم، على حساب الحار اللي كيبغي الحار، يا الببوش راه كيبغي الحار مزيان، انا غادي نديرهم هكا راه ما غاديش يطرطقوا. اللي بغى الحار الحار هو راه كيخصو الحار الببوش. غادي ندير في اليوم دوك، عندي في اليو غير يابس ما عنديش هذا، غادي ندير هادي مرد الدوش حتى هو غادي ندير هكا، غادي ندير هادي قعقله، وغادي ندير سميتها هادي اللويزه، وغادي ندير شويه د الحار هكا، ما غاديش ندير بزاف حيت راه درت ديجا المزاود، وغادي ندير الكامون شويه الكمون، وغادي ندير من طبيعه الحال الملحه، غادي ندير البنات الملحه، هو راه تيبغي الملحه
خاصو يكون مالح شويه. راه غادي ندير فيه الماء بزاف، خاصكم ديروا فيه الماء بزاف البنات، وهو راه خاصو يطيب بزاف بزاف بزاف. وهنا البنات عندي الحامض غادي نعصرو، عندي الحامض غادي نعصرو وغادي نديرو هنا هو وهاد هاد الوراق هادو، غادي نولي نزيد نشللهم ونعاد نديرهم في هذا. وتابعوا معايا نتوما كتشوفوا انا راه درت العشوب بزاف اليوم، غيدوخوني هاد العشوب. البنات اللي بغات دير شويه دراس الحانوت دير، انا عندي العشوب هنا بزاف. هاد العشوب هادو لقطتهم غير ملقطاهم، عندنا هنا العشوب تبارك الله في فرنسا كاينين بزاف، لاي حاجه كاينه. هاد اللوغيي غير معطي كاينين في كل بلاصه، في الجرادي، في الغابات، في كل شيء. خلاص السودانيه نتاع الدار مرسيطه حتى هي من الجرده. هنا غادي نزيد البنات الحامض، انتما كتشوفوا هنا درت ثلاثه الحامضات، ثلاثه نتاع العصير نتاع الحامضات. هو راه زوين هذا الببوش، راه بحال الحوت، راه خاصو الحامض وشربوا له. ودابا غادي كتشوفوا هاد القشور هادو غادي تعوما ديروهم باش يطلقوا الريحه بخير. غادي نصفي هذاك الماء وداك الشيء غادي نصفيه مع الببوش، والببوش راه خاصو يطيب مزيان مزيان، خاصو بالاقل واحد ساعتين تاع الطياب، راه حيت لا خليتوه مازال خضر راه ملي غتبغيو تاكلوه غتلقاوه كاع زفر وفيه الريوق. وهاد الببوش هذا راه ماشي بحال تاع المغرب، حيت تاع المغرب تبارك الله الشمس وتيكون بوري واكثريه في ديك وقت الصيف. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب البنات حتى تشوفوا معانا وتابعوا معايا. البنات هانتوما كتشوفوا ها هو البوش تاعنا قريب يطيب، تبكي غلا بالعشوب. وهذا عاد غنحيد هذوك العشوب غنصفيهم كيما كتشوفوا تبارك الله البوش نتاعنا والحار. وهذا جايب واحد الريحه ما نقولكمش البنات، واحد الريحه والله العظيم الا احسن من اللي كناكلو في الهديم نتاع مكناس ولا في جامع الفنا. البنات راهم عارفين الببوش تبارك الله، نتوما تشوفوا المرقه كي دايره غزاله والله. دابا غادي نصفيه من هذا الشيء كلشي، هذا راه كله دواء هذا، وعلاش لا احنا ما كندخلوش للمغرب حتى حنا نخترقوا السعاده غير وحديتنا واي حاجه ندبروا عليها ونديروها بحال هنا بحال لي. انا كنبغي ندير الحاجه باش ندير انا بحال راني في البلاد. دابا شحال ما دخلناش عامين هذه الانسان، علاش حتى حنا ما ناكلوش الببوش وعلاش حتى حنا ما نديروش الحاجه هكايا. وهذا هو الببوش نتاعنا، نتوما كتلاحظوه هو الببوش نتاعنا. ودابا قريب يطيب ان شاء الله، وغادي نوريه لكم نقدمه لكم في الطبيصيل مع المريقه نتاعو. وتابعوا معايا نتوما كتشوفوه هو الببوش نتاعنا، هو طاب. كناخذوه بحال هكا يا سخون، مازال سخون طيب، كناخذوه بحال هكا وكنشدو هذا لو كوردون نتوما كتلاحظوه، وغادي كنديروا له هكا هكا وكنخرجوه نتوما كتلاحظوا البنات. هيا حلزون وهكايا وكيجي زوين تبارك الله. نتمنىكم تجربوها البنات. وتهنا هذا البنات دائما الببوش ما كتاكلوش كله، كتحيدوا له هذا اللور، هذا اللور هذا نتاعو كتحيدوه له، داك سيكون فيه الوسخ نتاعو كيتنكل، غير هذا اللي كتنكل هكايا وكتاكلوه وصافي. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، وراه جا زوين ونتمنىكم تجربوه. وانت طاب غير العشوب هذا الماء، هاد الماء نتاعو انا اللي كيعجبني حسن من الببوش. وهاد ها نتوما هو راه كيجي ساهل كيخرج عنقود نيت وصافي، كتخدملي ديري له هكا وما تلقاوش فيه الريوق، عرفي راه طاب نتوما فيه لا ريوق لا حتى شي حاجه، عرفوا راه طاب. والبنات خاصو ساعتين تاع الطياب، ساعتين اللي كيهز باش ما يبقاش مريق، خاصو اوبليجي ساعتين ولا كثر تخليوه يطيب. وباي باي عليكم، ونتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. ونتمنىكم تجربوا هاد لاغوسيط هادي اللي حنا موجودين في بلاصه الغربه ومفتقدينها، علاش لا حتى حنايا ما كاين كلشي هنايا الحمد لله، علاش حتى حنا ما نطيبوش الروسنا. وباي باي عليكم الى حلقه ان شاء الله، واللي عجبو الفيديو ما ينساش بالدعم والابوني، واللي ما مشاركش معنا وشكرا لكم. وباي باي وبيزو الى حلقه مقبله ان شاء الله.